أبل دو ستار خدينا الصوت ديال ابتسام العروسي الممثلة واتصلنا بواحد السيدة. سمعوا المكالمة شنو وقع فيها. الو كنت بغيت نهضر معك ولكن هاد المرة بغيتك تسمعيني بدماغك ماشي ودنيك. شكون معايا؟ اختي زوينة مسالية ليا. واخا انا مسالية ولكن ما نقدرش نهضر معاك الا ما عرفتش شكون معايا. كتنزي على اختك؟ كيفاش ما كتهضري معايا بحال هكا كتعرفيني؟ حيدي هاد فكرة الزواج من دماغك. انت واقيلا مضروبة في دماغك. يلا فايقة من النعاس. انا رجعتني كونترا في دبي. لا انا باغا نتزوج ما بغيت نمشي لا لدبي لا نقرا لا نخدم لا والو ولكن حماقة على الزواج. انا ماشي الله تزاديت درت ام اوبجيكتيف في حياتي هو نتزوج ما بغيت لا نقرا لا والو. صافي مزيان عليك كترتاحي دابا. بيني وبينك حسي انا ما بغيتش نضيع هاد الفرصة هادي. ايوا ضيعيها ولا ما تضيعيهاش سا غوفيان توا. انا اختي كنحماق على الزواج انا بغيت نكون ربة بيت. قضية فيها احمد. فينك يا صحيبي ويا احمد؟ مشيتو بوالو صافي فسخنا انا ويا الخطوبه سالينا. طالع لي الدم اجيتي غير مضحكتيني شرحتي قلبي عليك لا اون اوتر كنزال لصقتي فيا حمال لصقتي فيا الزواج. شوف شكون اللي كيشكي ما كياخذش دواه كاع. لا لا كاين شي حاجه كاين با با فهاد ليستوار. ونوضي انت سري قلبي على الدواء وشريه وجيبيه حتى لحدا وحطيه. واش شي واحد مصيفطك ليا بالسطوع عالي تخليه تمشي تهز الدونتيفريز تطورو على ركيبته هكا وتقول لك هو اللي جيت عليه بخير الحمد لله. بغيت نكمل معك فهاد لا كونفرساسيون ولكن ما واكلاش داكشي اللي هو بنتي دابا دبي حماد. بغيت نكمل معك ولكن الغالب هو ميرسي ديالي مغوبش مالو من البوكوسا ديالي. راك انت اللي غوبشتيني اختي دابا طلع لي الدم. هضري قولي مالك. مالي بغيت نزوج ضروري بغيت نزوج راجل ضروري قلبي لي على راجل كيف ما لقيتي لي كونطرا في دبي ولقي لي راجل. انا رجعتني كونطرا في دبي. اها انا جبتي لي كونطرا في دبي ومعها شي راجل مرحبا. قضية فيها احمد. ايوا لا جاتنا كونطرا بجوجنا نمشي وانا وياك. الله انا لا لا غادي نحطوا هذا الشيء هذا في انستغرام ديال شادي في لاباج فيسبوك وغادي نتعاونوا مع هاد السيد ونقلبوا له على هادشي اللي كيبان ليا ما كيبان ليا شي حاجه اخرى من غير هاد الحل هذا.